شاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره تانية. نجيب النهارده ميكي يتعامل مع المباراه ازاي، والاستراتيجيه اللي لعب بيها في مباراه الكاس نفس الاستراتيجيه اللي يبدا بيها النهارده ولا لا؟ بص، هو الحقيقه قدر في مباراه الكاس انه يتلافى عيب حرس الحدود. ميزه حرس الحدود الرئيسيه هي عيبه برضه في نفس الوقت. الميزه الاساسيه وجود لاعب بقيمه وامكانيات مصطفى زيكو. لعيب كبير جدا الحقيقه، يقدر بيقدم حلول متنوعه جوه ارض الملعب، بيصنع فرص، بيصنع اهداف، بيسجل. فالحقيقه لعيب جيد، ولكن الاعتماد كان مطلق على مصطفى. لو هو مش في يومه يبقى الميزه اللي عند حرس حدود بتحول لعيب، لان خلاص الفريق ما عندوش حلول تانية، ما بيقدرش يخلق فرص، ما عندوش تنوع. احيانا احمد شيء ناوي يحاول يبقى رئه هجوميه للفريق ويسحب الفرقه لقدام، ولكن برضه بدون معاونه صادقه من الجناح اللي هو زيكو في اغلب الاحوال حتى الحل ده بيفشل. حرس جاي من 8 هزائم متتاليه في الدوري، ثم عاد اخيرا وكسب في الكاس. المعلومه مش انه كسب في الكاس، المعلومه انه كسب وزيكو احتياطي. هي دي النقطة الأساسية. قدم أداء كويس في الشوط الأول قدام غزل المحلة، وكان زيكو نزل بنشطين فلم يشارك للشوط الأول. لما نزل أضافوا كل حاجة، ولكن التوليفة اللي لعبت الشوط الأول قدمت حلول وشكل جيد مش بطال، أظهر بعض التطور في المباراة. النهاردة هنشوفها الكابتن مكي هيقدر يكمل بنفس الوتيرة ولا الوضع يختلف.